خلينا نروح لموضوع تاني كمان يا شاذلي، وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة. زي ما بتهتم بتطوير البنية التحتية في القرى اللي موجودة في المحافظات، كمان بتهتم بتطوير وتثقيف العقول البشرية من خلال إقامة نشاطات ثقافية وفنية لكل الفئات العمرية، زي مثلا إقامة ورش فنية وأدبية ومعارض للكتاب وعروض موسيقية ومسرح وغيره. فخلونا نشوف التقرير. اهتمت مبادرة حياة كريمة بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد، ونظمت المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية، كالورش الفنية والأدبية والفكرية ومعارض الكتاب، إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات مناقشة القضايا الاجتماعية وأنشطة اكتشاف المواهب. وتأكيداً على ذلك، فقد نفذت وزارة الثقافة 22 ليلة عرض مسرحي خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر 2021 داخل 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات حضرها نحو 21 ألف مواطن. تجولت القوافل الثقافية والفنية في جميع القرى بالمحافظات لنشر الثقافة والفن، فكان هناك نشاط ثقافي واضح في جميع المحافظات، فضلاً عن إطلاق المسرح المتنقل ضمن الفعاليات لعدد من الليالي على التوالي. وكان للأنشطة الثقافية دور هام في جميع القرى، لأنها ناقشت قضايا معينة وتطرقت للعنف ضد الأطفال والمرأة، مع إتاحة الفرص لاكتشاف المواهب لدى شباب القرى والتعبير عن فنهم وميولهم وموهبتهم. وأعدت وزارة الثقافة إحصائية في عدد هذه الأنشطة الثقافية والفنية، وجاء فيها أنه تم تنفيذ 409 أنشطة ثقافية بالصعيد، استفاد منها 42 ألف مواطن في العديد من القرى في مركز ساحل سليم بأسيوط، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب الصعيد، شارك فيها 200 محاضر ومدرب بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا. ومن بين الأنشطة الثقافية التي تتبناها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المسارح المتنقلة والقراءة والفرق الشعبية والأنشطة التي تنمي المواهب لدى الشباب في القرى. وفيما يتعلق بفعاليات القراءة، فالمبادرة استهدفت بناء المكتبات العامة التي تكون متاحة للجميع على مدار اليوم، خصوصاً وأن هذه المكتبات تساعد طلاب المدارس في الاستعانة بالكتب خلال فترة دراستهم. وده دور الدولة القوية، بنية تحتية قوية، لكن كمان عقول فاهمة وعقول مثقفة تبني أجيال جاية جديدة تقدر تكمل المشوار اللي احنا بدأناه لبناء مصر قوية وعظيمة.